إحنا كدولة قبل ما يحصل أزمة كورونا، قبل ما تحصل الأزمة الروسية الأوكرانية، كنا حافظنا على متوسط أو خفضنا متوسط التضخم أو معدل التضخم حوالي 8 9% خفضنا. آه جت أزمة أوكرانيا طالما بنتكلم عن العالم فهنربط العالم بمصر طبعا. وهجاوب أسئلة قد تبدو معلش، بالنسبة للساده المشاهدين المثقفين جدا يعني يتصور أنها معلومات بديهية أنا بقولها ليه؟ بس احنا نتكلم أنا الناس انا عايز كل... المواطن العادي عايزين نتكلم الناس كلها طبعا <تصفيق> <تصفيق> لما نيجي نشوف ان نسبه معدلات التضخم اللي ما كانتش بتتجاوز 1 واحد 1.5% واحد في, في الدول دي ماليها النهارده 8.9 <applause> يعني تضاعفت 700 وشويه% في المية. سيبك من انها من 1.5 ل 8.9 احنا بنتكلم ان هي على مدار 40 سنه او 50 سنه كان بيحافظوا على النسبه دي فبس في 22 ترتفع النسبة دي متوسط حوالي 800 في المية طيب المشهد إيه؟ وطبعا في ناس هتقول لي يعني انت عايز تقول ان احنا احسن من بره؟ اه احنا احسن. اه احنا احسن. احسن ليه؟ بره المواطن دخله مرتفع. اكيد اكتر من دخلنا. انا واحد من الناس لو قست دخلي بالدولار ابقى مجرد كان الناس في الشارع في الحقيقه كده فبالتالي الدوله رفع ايديها رفع ايديها تمام لا في حاجه اسمها دعم ولا في حاجه اسمها دعم غذائي ولا عيش ببلاش ولا سلع تموينيه ولا منافذ ولا الكلام ده حتى التامين الصحي بتاعه بيدفع ثمنه كل شيء م. فبالتالي الدوله رفع ايديها فلما حصل الموجه التضخميه دي الناس ما كانتش متعوده على كده ده اللي كان بيخش له 2000 دولار ولا 2000 يورو ولا كذا كان مستف نفسه بيصرف كام ويتفسح بكام وياكل بكام فشفنا مشاهد آه غير حضاريه غير حضاريه بالمر